السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم على القناة إذا خلال هذا الفيديو سنتطرق لمكون جديد واللي هو الواضح في النشاط العلمي للمستوى الثالث ابتدائي الوحدة الخامسة الأسبوع رقم 23 والحصة الأولى إذا عنوان الحصة هو ما مصادر الأغذية التي أتناولها والهدف من هذا الدرس هو تحديد مصادر الأغذية التي أتناولها إذا نبدأ بالمرحلة الأولى واللي هي مرحلة الانطلاق ألاحظ بعض الأغذية التي أتناولها خلال وجباتي الغذائية إذا بما فيه أننا خلال اليوم نتناول ثلاث وجبات وجبة الفطور وجبة الغداء ووجبة العشاء وخلال هذه الوجبات فنحن نأكل أو نتناول مجموعة من الأغذية ومتنوعة إذا في هذا الدرس سنتعرف مصادر هذه الأغذية المتنوعة نعم إذا يلاحظ المتعلمون محتوى الصورة المقترحة والتي تبرز الاغذيه المتناوله خلال الوجبه الغذائيه نعم مع ذكر بعض الاغذيه التي يتناولها مثل مثلا عندي هنايا الماء عندي الفواكه عندي الخضر وعندي الحليب او مشتقات الحليب اذا نمر الى المرحله الثانيه واللي هي التساؤل كيف اميز بين الاغذيه التي اتناولها اذا هذه الاغذيه اللي انا كنتناول هي متنوعه كيف يمكنني التمييز بينها نعم اذا حسب او بعد مناقشه التلاميذ نتوصل الى افتراض مثلا الاغذيه التي اتناولها يجب ان تكون متنوعه الاغذيه التي نتناولها فهي من اصل نباتي فهي من اصل حيواني فهي من اصل معدني فهي من اصل طبيعي مصنع محلي مستورد مالح حلو حار اذا سوف سوف نناقش مجموعه من من الافتراضات وبطبيعه الحال غادي نكتبو غير افتراض واحد نعم. نمر الى الاختبار او اختبار الفرضيات ابحث في وثائق خاصه بالتغذيه عن مصادر الاغذيه التي اتناولها أصنف بعض الاغذيه التي اتناولها حسب مصادرها اذا هنايا عندي في هذا النشاط هذا عندي مجموعه من الاغذيه يجب ان اصنفها في هذا الجدول حسب هل هي من اصل نباتي أم من أصل حيواني أم من أصل معدني نبدأ على بركة الله بالغذاء الأول واسمه هو الخبز إذا الخبز فهو مصدر نباتي لأنه يأتينا من القمح ونعرف أن القمح فهو نباتي إذا سوف نكتب الاسم الأول هو خبز نمر للغذاء الثاني وهو الحليب الحليب من اين ياتينا الحليب اذا فالحليب ياتينا من البقر اذا فهو من اصل حيواني اذا نكتب هنا حليب ثم عندي السكر من اين ياتينا السكر ياتينا ايضا من النباتات إذا فهو من أصل نباتي نكتب في الخانة هنا سكر لا الماء الماء فهو معدني ليس بنباتي وليس بحيواني إذا فهو معدني إذا سنكتب هنا ماء البيض من أين يأتينا البيض؟ البيض يأتينا من الحيوانات من الدجاجة إذا فهو من اصل حيواني سنكتب هنا بيض بطاطس اذا من اين تاتينا البطاطس من النباتات اذا فهي من اصل نباتي بطاطس ملح الطعام ملح الطعام فهي لا تزرع ولا تاتينا من الحيوانات اذا فهي شيء معدني ملح الطعام ثم عندي اللحم اللحم بطبيعة الحال راه كلكم كتعرفوا انه ذات مصدر حيواني لانه ياتينا من الحيوانات لحم ونمر الى المرحله المواليه واللي هي مرحله الاستخلاص املا الفراغات بما يناسب نباتي مصدرها متنوعة معدني ثم حيواني سوف نقرأ قراءة جيدة ونتعرف على مكان هذه الكلمات المناسب إذا الأغذية التي أتناولها مالها ما هذه لها؟ ما لها الأغذية هذه فهي متنوعة كيف ما قلنا في الأول اذا الاغذيه التي اتناولها فهي اغذيه متنوعه يمكن تصنيفها حسب اذا كيف يمكننا تصنيف هذه الاغذيه يمكننا تصنيفها حسب مصدرها حسب مصدرها الى احنا هنا كما تعرفنا على المصادر ديال الاغذيه اذا يمكن تصنيفها حسب مصدرها الى اغذيه من مصدر نباتي كالخضر والفواكه والحبوب اغذيه من مصدر حيواني كاللحوم والحليب والبيض أغذية من مصدر إذا باقي لنا واحد المصدر ثالث اللي كنا شفناه في, الاختبار أغذية من مصدر معدني يعني اللي كيجينا كي من طبيعه كيكون عندنا طبيعي ما كيجينا لا من النباتات ولا من الحيوانات اذا اغذيه من مصدر معدني كالماء وملح الطعام نعم نمر للمرحله الاخيره وهي مرحله الاستثمار احدد مصدر كل غذاء اذا هنا عندي مجموعه من الاغذيه عندي السردين الجزر الياغورت الارز ثم التفاح سنحدد مصدرها هل هو نباتي أم حيواني أم معدني إذا السردين السردين فهو عبارة عن حيوان إذا فمصدره من أصل حيواني الجزر الجزر فهو نبتة اذا فهو من اصل نباتي الياغورت الياغورت يصنع من الحليب والحليب ما هو مصدره هو الحيوان اذا فالياغورت اصله حيواني الارز الارز ياتينا من النباتات اذا فهو من اصل نباتي ثم اخيرا التفاح التفاح فهو فاكهه تاتينا من النباتات اذا فهو من مصدر نباتي سنتطرق للحصة الثانية من الوحدة الخامسة الأسبوع 23 والحصة هي ما مكونات الوجبة الغذائية المتوازنة والهدف من هذه الحصة وهو التعرف على النظام الغذائي المتوازن إذا نبدأ على بركة الله بالمرحلة الأولى وهي مرحلة الانطلاق ألاحظ الصورتين لأكتشف بعض أعراض سوء التغذية إذا لاحظوا معي هنا الصورتين داو الاولى الاحظ ان هناك طفل هزيل يعني ضعيف بزاف و عنده سوء في التغذيه يعني ما كيتغداش مزيان ما مزيان بينما في الصوره الثانيه الاحظ العكس ان الطفل تاكل بشكل مفرط يعني ان هناك افراط في التغذيه اذا خلال الصورتين لاحظنا انه يوجد نقص في التغذيه وافراط في التغذيه وهذان السلوكان خاطئين اذا لا يجب ان يكون نقص في التغذيه لكي لا يؤدي هذا الى الهزال ولا يجب ايضا الافراط في التغذيه لان هذا يؤدي الى السمنه او الى امراض اخرى ناتجه عن سوء التغذيه نمر للمرحله الثانيه وهي اتساءل ما الاغذيه التي يجب ان اتناولها لتكون تغذيتي متوازنه اذا الاغذيه اللي خاصني ناكلها باش تكون اغذيتي متوازنه يعني ما يكونش عندي نقص في التغذيه وما يكونش عندي افراط في التغذيه اذا من بين اقتراحات التلاميذ غادي ناخذ افتراض واحد فقط إذا يجب أن أتناول أغذية متنوعة ولكن بكمية متوازنة نعم نمر إلى المرحلة الموالية وهي مرحلة الاختبار أقرأ الوثيقة التالية ثم أستثمرها تشكل المجموعات الغذائية السبع هرما غذائيا إذا هنا كتلاحظوا معي عندي واحد الهرم على شكل هرم فيه مجموعة من الأغذية المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة رقم ثلاثة المجموعة رقم أربعة المجموعة رقم خمسة والمجموعة رقم ستة ثم المجموعة الأخيرة وهي في رأس الهرم المجموعة رقم سبعة للحصول على تغذية متوازنة ينصح خبراء التغذية بماذا ينصح؟ ينصحنا بأن أتناول يوميا على الأقل غذاء من كل طبق من الهرم اذا خاصني يوميا نتناول من كل طبق من الهرم مثلا الطبقه الاولى خاصني ضروري اما اما نتناول هذا نتناول هذا المكون او هذا او هذا بالنسبه للمرحله الثانيه ايضا يعني نقدر نتناول هذا او هذا او هذا لان هذه الحويجات بثلاثه فيهم نفس المكونات ونفس العناصر اذا الا كليت واحد راه غيعوضني على جوج الخرين كذلك بالنسبه هنا بالنسبه لهنا يعني الا كليت غير فاكهه او لا خضره وحده اذا راه غتعوضني على الفاكهات الخرين كذلك بالنسبه لهنا الحليب ومشتقاته اذا حتى هي كليت اللي شربت الحليب مثلا او نقدر ناخذ ياغورت او ناخذ الجبن هنا ايضا يعني اما ناكل البيض فهو يعوضني عن اللحوم او ناكل اللحوم الحمراء او اللحوم البيضاء او الاسماك كذلك هو مثال بالنسبه الأغذية الاخرى ينصحنا كذلك بماذا تكون الكميه المختاره من الطوابق السفليه كبيره يعني خصني هذه الاغذيه اللي عندي في الاسفل تاع الهرم هي اللي ناكل منها بشكل ماشي عاوتاني بافراط وانما بشكل كبير يعني ناكل منها اكثر من هذه الحويجات اللي كاينين في في الفوق ديال الهرم اذا بحال مثلا هنايا عندي الماء الماء خاصني نشربو بواحد الدرجه اللي كبيره في النهار مقارنه مع الحليب اذا شوفوا معايا الحليب هو اللي جا في الاول ديال الهرم اذا هو اللي خاصني نشرب منه اكثر من الحليب نعم اذا نمشيو السؤال الموالي أكمل وجبات الفطور والغذاء والعشاء لتصبح متوازنة إذا هنا عندي وجبة الفطور وجبة الغذاء ووجبة العشاء يجب أن نكملها حتى نحصل على على وجبة أو غذاء متوازن إذا لاحظوا معي هنا عندي في وجبة الفطور عندي خبز كامل قطعة جبن حليب، إذا ماذا ينقصني لكي تكون وجبة الفطور متكاملة؟ إذا ينقصنا أو تنقصنا فاكهة، تنقصنا فاكهة في وجبة الفطور، يجب أن نتناول الفاكهة أيضا في الفطور، إذا تنقصنا فاكهة، لكي نحصل على فطور متكامل. نعم نمر لوجبة الغداء إذا معكرونة سلطة خضر فاكهة إذا ما الذي ينقصنا هنا؟ إذا وجبة الغداء فهي أيضا مهمة تنقصنا اللحوم إذا بما فيه اللحوم الحمراء لحوم البيضاء أسماك أو البيض يعني ماشي ضروري ناخدهم كاملين في وجبة الغداء ني خاصني ناخذ غير وحده منهم نعم اذا تنقصنا لحوم او بدائلها او البديل ديال اللحوم اللي هو البيض ثم وجبه العشاء اذا نحتاج في هذه الوجبه خبز كامل ياغورت زيتون اذا ينقصنا هنا ماذا تنقصنا الخضروات مثلا حساء خضر نعم اذا فهذا الهرم فهو يتكون من مجموعه او من مجموعات غذائيه متدرجه والتي يجب على كل شخص الالتزام بتناولها لبناء جسمه والتمتع بصحه جيدة نمر إلى المرحلة الموالية واللي هي الاستخلاص إذا أملأ الفراغات بما يناسب مرة متوازنة أحيانا يوم إذا لتكون التغذية إذا كيف شنو كنقولو حنايا في الدرس من قبيلة أن خاص تكون عندي أغذية متوازنة إذا لتكون التغذية متوازنة يجب ماذا؟ يجب تناول الفواكه والخضر ومنتجات الحليب والنشويات في, في كل يوم، في كل يوم، إذا في كل يوم يجب ان اتناول الخضر والفواكه ومنتجات الحليب او مشتقاته والنشويات اللي هما هادو في المجموعه رقم اثنان اللحوم او الاسماك او البيض مره واحده في اليوم اذا بالنسبه للحوم او الاسماك او البيض خصني ناكلهم مرة واحدة في اليوم مرة واحدة في اليوم المواد الدهنية قليلة والمنتجات السكرية أحيانا إذا لا يجب علينا أن نتناول المواد الدهنية والمنتجات السكرية بكثرة لأنها تسبب في السمنة أو تتسبب في السمنة